وبحب يعني افصل قميص او بنطال احط له موديلات اعمل له حركه يعني مثل القميص صار يعني حاط له ازرق وهو فيه الوان عده الوان يعني طالع حلو. تعلمت اخذت دوره بقطاع العاشر وجيني من هون قوي مهاراتي صار لي حوالي السنه. انا اشتغل معيني واغلب القطع اللي فصلها الي لاخواتي ولابي واذا امي عندها تصليح او اخواتي كمان بصلح لهم تصليح وما بحتاج اني اشتري معين من برا او يعني انا بحب شو ما بدي بسوي بدخل الحركه اللي بدي اياها الخيط اللي بدي اياه والقماش اللي بدي اياها بفصلها. هذا القميص وهذا البنطلون تصميم ايدي انا بحب افصلهم بايدي لانه انا شغل السوق ما كثير بيعجبني. هذا البنطال لابي مارينز عملنا له جياب وجياب مارينز نفخ مشان اغراض كثير لانه ابي هيك يحب البنطال ابوي كان يشتغل ميكانيك. استاذ انا حاب اكون مصمم ازياء لاني عندي رغبه بهالشغله بعدني مش معلم مثل ما بقولوا بعدني ابتدائي مبتدئ.